السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على العيوب والمشاكل والبلاوي السوداء اللي موجودة في الريفت. تمام. طيب برنامج الريفت هو برنامج كويس جدا من برنامج كويس في البيم، وليه كل الاحترام والتقدير، وللشركة وتديس كل الاحترام والتقدير. بس احنا بنتكلم من ناحية ايه؟ التعصب الشديد للبرنامج قصاد اي برنامج اخر. تقول لك البرنامج دوت، يقول لك لا ده احسن من كل برامج اخرى، مع انه ما اشتغلش على البرامج الاخرى. انا اشتغلت على الريفت وغيره، وفي برامج بقى فيها مزايا وفيها والريفت ليه مزايا عن البرامج التانية. كل حاجة بيبقى ليها ميزة وكل عيب. انا واخد ده مثال على موضوع التعصب لفكر معين او حاجة معينة. فمفيش حاجة كاملة وكمان لله وحده. واحد بدنا نشوف المزايا هتخليك تفكر والعيوب هتخليك تفكر. لما تبقى عارف ان البرنامج الفلاني في ميزة عن البرنامج الفلاني، تبدأ تفكر، تبدأ تعمل مقارنة. طب ليه ما برمجش برنامج يعمل الموضوع دوت؟ طب ليه ما لقيش حل للموضوع دوت؟ طب في فكره نطلع بيه. يعني القصد مش الهجوم على حاجه قد ما ان احنا نفكر وان احنا نشوف حلول. ولو انت شايف ان في عيوب ثانيه اكتبها لنا، لو انت شايف ان في عيب هو مش عيب او انا غلطت فيه قول لي، لو في حاجه انت شايف انها اتحلت قول لي. طيب اكبر عيب انا شايفه في موضوع الريفت انا هو ان انت ما تقدرش تسيف لاصدار قديم. يعني انت شغال دلوقتي على 2020، ريفت 2020، تمام، وعايز تسيفه اصدار اقل بشده. حصل في مره من المرات ان احنا كنا شغالين في مشروع والانشائي بالغلط فتح الريفت على اصدار احدث. احنا كنا متفقين ان المشروعات الجديده هنشتغلها بالريفت الاحدث. الاصدارات او الريفت اللي احنا او المشروع اللي شغالين حاليا هنكمل فيه لحد ما نسلمه، لان الابديت بيعمل مشاكل. ودي مشكله ثانيه، ان لما بتعمل ابجريد من اصدار لاصدار في بعض الشغل بيضرب. طيب نرجع للمشكله دي. مشكلتها لما الاستراكشر عمل ابديتد، الشغل عندنا كله ما بقاش يفتح، مفيش لينك راضي يفتح، فاضطرينا ان احنا كلنا نعمل ابديتد ونوقف شغل ونعمل ابديت. وكانت قصه طويله. وطبعا في مشكله برضو ان ممكن يكون العقد مشترك ان انت تسلمه مثلا رفت 2015. ليه مشترك كده؟ لان الشركه شاريه نسخه اصليه ومش عايزه تخش في تراك او تشتري او تعمل ابديت. فدي من ضمن المشاكل اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. المشكله الثانيه برضو موضوع الاستيراد والتصدير بين الريفت والاوتوكاد. حتى الان مش بنفس القوه، او يعني في شويه مشاكل بتظهر كل مره بتتحسن المشاكل ديت. بس يعني لما تيجي تتعامل مع برنامج زي الاركيكاد بتلاقي التصدير والاستيراد مع الاوتوكاد اسهل بكتير. في برامج كتيره جدا من برامج المنافسه موضوع التصدير والاستيراد من الاوتوكاد ما فيش مشكله. الريفت رغم ان هو من البرامج بتاعت اوتوديسك لسه المشاكل دي موجوده. هو اوتوديسك اشترت الريفت، تمام، وتقريبا كل البرامج بتاعتها اشترت. طيب في برضه مشكله كمان موضوع الاي اف سي. التصدير للاي اف سي والاستيراد من الاي اف سي حتى الان مش متكامل بشكل نرضى عنه، تمام. طيب في برضه مشكله الاخفاء والاظهار العناصر، يعني في عنصر مخفي. سببه ايه؟ تقعد تفكر تلاقي تقريبا ما يقارب من 35 سبب. فتقعد تفكر طب دي ولا دي ولا دي ولا دي، فهل هي فيو رينج، هل هي الفي في، هل هي تلاقي حاجات كتير جدا ما يقارب من 35 سبب. فده بيخليك تلف حوالين نفسك، تمام. طيب من ضمن برضو المشاكل لما تيجي تحط ديتيوم ليفل او تحط المشاورة بتاعت الليفل على سلوب روف او على الرام ما بتظهرش، فدي بتعمل مشاكل. لو انت عايز تعمل شيت فاضي وتحطه في قلب الشيت، لو عايز تعمل سكادول فاضي تحطه في قلب الشيت، بتلاقي فيه مشكله. بتيجي تلاقي ما ينفعش تعمل شيت فاضي، تعمل سكادول فاضي، يعني عايز تعمل سكادول فاضي مفيش، فبتضطر ترسم خطوط وتحطها. ليه ما بقاش فيه امكانيه ان انا اعمل شيت فاضي؟ يعني في حلول او احتيالات احنا بنحاول نعملها لحاجه زي كده. حاجه برضو كمان البيئه اللي انت بتعمل فيها الفاميلي، بيئه منفصله تماما عن الشغل، ما بتبقاش في قلب الريفت. يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا اعمل ميك بلوك ان ذا سيم بليس، او ان انا بعمل اديت للبلوك في نفسي. يعني ممكن يكون عندي فاميلي عايز اعدل تعديله بسيطه، بس عايزها تبقى محاذيه للحاجات اللي حواليها. لا، انت بتدخل بره وتقعد تقيس وتعمل مشاكل كتير قوي. بعدين ما تقدرش تصدر ليه البي دي اف على طول، لازم تصطب طبعه افتراضيه وحاجات زي كده. لما تيجي تحط تلوين للعناصر زي الغرف او سيلينج، ما ينفعش في لوحه سيلينج، لازم في لوحه فلور.
موضوع الورك سيت مش متاح غير لما تكون بروجكت، ما ينفعش احطها في التمبليت. طيب لو انا عايز اعمل التمبليت بتاعي في ورك سيت باسامي معينه، لا ما ينفعش، مقفوله. ما تقدرش تحط عناصر سيستم في قلب المشروع. يعني على سبيل المثال لو انت عندك مشروع وفي قلب الفاميلي، لو انا عايز اعمل فاميلي وارسم فيها وول ما ينفعش، لو عايز ترسم فيها حاجه ما ينفعش. ممكن يكون انت عايز تعمل فاميلي فيها مثلا روم معينه، لا دي في بعض المحددات ما تقدرش. موضوع الكوردينيشن سيستم في قلب الريفت مش زي الاوتوكاد، يعني ما فيش ان انت ترسم بالكوردينيت والحاجات ديت، ما فيش الموضوع دوت. لو انت شغال تكييف وعايز تعمل سيلكت للعزل الانسوليشن بتاع الضغط مش موجود. لو انت عايز ترسم حاجات دقيقة وصغيرة خالص برضو ما بينفعش تيجي ترسم خط يقول لك لا لينا حد ليمت معين. لما تقدرش تعمل دايمنشن في السويب، لو عملت سويب الدايمنشن ما بيقعدش معاك. الشيرد بارامتر، الشيرد بارامتر الباص بتاعه بره، فبتلاقي في مشكلة في ان انت تلاقي من مشروع لمشروع، او يعني بتلاقي في شيرد بارامتر بيعملنا لغوصة كتير. كل شوية مثلا جالك الملف وما تلاقيش شيرد بارامتر معايا، فتبعت الشركة تدور عليه، بتعمل مشاكل كتير قوي. موضوع الشيرد بارامتر، موضوع برضو اللوك اب تيبل بتاع الفاميلي، فبتلاقي اخدت المشروع معكش اللوك اب تيبل بتاعه، فبتحصل بعض المشاكل لان الملف ده انفصل عن دوت. موضوع الطباعه مع الريفت احنا الحمد لله اتعودنا عليها وبدانا نظبطها، بس برضو مش بنفس السهوله لما تشتغل على برامج تانيه. طيب هل العيوب دي تخليني مش هشتغل على الريفت؟ لا، كل العيوب دي بتخليني اشتغل عادي مع الريفت وبتعامل معاه عادي وكل حاجة، وكل برنامج بتلاقي ليه عيوب وكمال لله وحده. بس دي بعض الحاجات بحس لفت انتباهك، ممكن حد يكون شغال فوتوديسك يصلحها، ممكن حد مبرمج يصلحها. ده ينبهنا ان كل حاجة بيبقى لها مزايا ولها عيوب، وما نتعصبش حاجة خالص. الاركيكاد برنامج قوي وليه مزايا وليه عيوب، والريفت ليه مزايا وليه عيوب. يمكن انا اسرطت شوية في العيوب بتاعت الريفت لان انا شغال فترة طويلة على الريفت، وتقريبا يوميا بنشتغل ما يقرب من 10 ساعات مثلا تقريبا. البرنامج بلد دي شغال عليه بقالي تقريبا 14 سنة.